بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم، اسعد الله صباحكم واوقاتكم بكل خير. التواصل والاستمرار هنا مع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة. بسم الله على البركة أيها الإخوة، انطلقنا، بدأنا هنا في هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة. شوطنا التاسع، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز في مجموع هذه الأشواط، ولكن يبقى هو الشوط الأول الرئيسي. شعارات أبناء القبائل، شعارات هذه الاندفاعات، شعارات الأصايل. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس يا الأخوة المشاركين، نتمنى التوفيق والناموس للجمهور على هذا الأداء الجميل. الشوط الأول يا عرب غير حساس، يا أهل الهين حساس، اندفع هناك إلى صدارة هذا الشوط، إلى المركز الأول، إلى مقدمة هذا الشوط الميدية. خل محمد بن خليفة بن محمد بن سيب بن حسين العليلي النقلة على هندسة، وسهيل بن مبارك من ثاني بالرقاد الاجتبي، وفي المركز الثالث وصايف، وعبد الله بن علي بن نافع لجتبي، وفي المركز الرابع اللي في المركز الرابع العين، ويا مرحبا بهل العين، يا مرحبا بهل العاصمة. ثناك للسيد خلفان بن أحمد بن محمد بن بطي القبيسي، القبيسي النقل على المركز الخامس. أيضا هناك من تأتي مراسيل محمد بن أحمد بن حلوة لجتبي، أبناء بن حلوة حضورهم جميل، نتمنى إن شاء الله كل التوفيق يا ابو احمد. نقلتنا الى المركز السادس، الى المركز السادس، الى بن قحيد، الى بن قحيد ايها الاخوه، هناك مع جرنال ومحمد بن خليفه بن قحيد المهيري من يقدمها على سادس المراكز. وفي المركز السابع مزون راشد بن سعيد المارك بن مجرن الفلاسي، وفي المركز الثامن ايضا تاتي لهيتومه ومحمد بن طالب بن محمد بن عقيل النابت، النابت. هكذا أيها الإخوة إلى عاشر المراكز، أيضا محمد بن خليفة بن محمد بن سيب بن حسين. هكذا كانت النتيجة، هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة. الشوط الأول، الشوط الأول أيها الإخوة، إلى أين سوف يذهب؟ إلى أين سوف يغادر؟ أنت تريد وأنا أريد، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. القبيسي يغير مع العين، العين دار الزين، مدينة الخضرة والجمال. 2 كيلو قضيناها، ولكن يبقى 2 كيلومترات الأخيرة بالركاد بن حلوة. أيضا هناك النابت، النابت وبن قحيد. اللحظات التي الكل ينتظرها، التي الكل ينتظرها. خلفان، يا خلفان، يا بن أحمد، يا بن محمد، يا بن بطل قبيسي، الكل ينادي، ولكن مراسيل في ثاني المراكز تنتقل بدورها إلى المركز الأول. يلا يا أبو تسيم، محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة وصلكم بالرقاد مع هندسة، يبغي هندسة الشوط تكتك على كيفه. أيضا سهيل بن مبارك من ثاني بالرقاد الاجتبي، بن قحيد خادم مع جرنال أيها الإخوة، محمد بن خليفة بن قحيد المهيري، وفي المركز الخامس، وفي المركز الخامس. يلا يا بن طالب، يلا يا النابت. أيضا هناك دومة ومحمد بن طالب بن محمد بن عقيل النابت، النابت. الخمس اللي بهنزان اللقى، ولكن شوف اللي انضمت، شوف اللي انضمت، اللي سمعت النداء ولبته، اللي سمعت النداء أو لبت الشهامة. مبارك بن سهيل بن مبارك الاجتماعي، ياهي لحظات شوط اللقاية، شوط اللقاية. الأبكار المحليات الأصايل، إلى أين سوف يغادر يا بن قحيد؟ إلى أين سوف يغادر يا بن حلوة، يا القبيسي، يا النابت، يا بن رقاد، يا هناك أيضا اللي وصلت هنا الشهامة. اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة. مراسيل، يا مراسيل، محمد بن أحمد بن حلوة الاجتبي، ولكن بن قحيد، ولكن القبيسي بدأ يكلمها، القبيسي بدأ يكلمها. يا بوي، يا بوي، يا بوي، يا النجمة الصفراء، شعار الكؤوس والله، شعار الرموز، شعار البنادق، يجتاح المركز الأول. هناك أيها الإخوة جرنال،
على مقدمة هذا الشوط، على مقدمة هذا الشوط يا بن قحيد، يا بن قحيد والله ان لك عوايد على هذا المركز، لك عوايد على هذا المركز، لك عوايد على هذه المنطقة، لك عوايد على هذه الاستراحة الجميلة، استراحة الكادر العلوي، استراحة الكادر العلوي. يا الله يا سلام يا سلام يا حبيبة زعبيل، يا حبيبة الجماهير، يا عشاق هذا الشعار. المركز الثاني محمد بن احمد بن حلوه، هناك العين في المركز الثالث ايضا خلفان بن احمد بن محمد بن بطيل قبيسي، ولكن 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 مجرم هذا الشوط، محارب هذا الشوط، المسيطر على هذا المركز، ما شاء الله ما شاء الله، جرنار ايها الاخوه مسيطره على المركز الاول. محمد يا ابو خليفه، يا ابو راشد، يا ابو اليمايل، زعبيل تناديك، زعبيل تناديك، ونحن من ايضا ننادي بهذا الموقع. الشهامه الشهامه، مبارك بن سهيل بن مبارك الاشتبي في اللحظات الاخيره، زعبيل زعبيل زعبيل، تهانينا لمحمد بن خليفه بن قحيد المهيري المركز الثاني، تهانينا للمركز مبارك بن سهيل بن مبارك الاشتبي المركز الثالث، محمد بن احمد بن حلوه المركز الرابع، خلفان بن احمد قبيسي، وفي المركز الخامس ايها الاخوه اللي في المركز الخامس شعار بن كعيب، حفله عبد الله بن حميد بن كعيب الفلاسي. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه، وسلام يا بن قحيد على هذا الاداء الجميل، هذا الاداء المميز ما شاء الله، 6-11-64 جزء من الثانيه، سلام عليكم يا اهالي زعبيل، وسعدت صباحا على هذا الاداء الجميل، هذا الاداء المميز اللي تقدمه هجنكم على ارضيه هذا الميدان.